يقول السائل: شيخنا حفظك الله، من توفيق الله لكثير من طلبة العلم حضور مقدمة صحيح مسلم بشرح فضيلتكم، إلا أن هذه النعمة وهي القواعد التي ذكرها الإمام مسلم اشتبهت على البعض، منهم من نزلها على بعض إخوانه من أهل السنة، فإذا اجتهد عالم وبدع شخصا وخالفه غيره فإنهم يلزمون غيرهم بتبديعه، ثم ينتقلون لمن خالفهم فيهجرونه ويحذرون منه، معتقدين أن هذا هو منهج السلف، ما أن عقيدة الفريقين واحدة ومنهجهما واحد، وكثير من بلدان هؤلاء قد عشعش فيها الشرك والسحر والتصوف، فهل من نصيحة تبين الحق وتجمع الكلمة؟ أقول إن من وفقه الله فإن عليه أن يبين الحق ويسأل الله الهداية لمن بين له، ولكنه لا يحصل منه بعد ذلك متابعته، وأنه يعني إذا لم يحصل منه ذلك فإنه يعني يكون يعني يهجر وأنه لا يكلم، مثل ما يحصل بعض الطلبة الصغار فإنهم لا يعرفون شيئا عن الدين وهم موجودون في أوروبا وفي الشرق والغرب، يعني لا يعرفون شيئا من الأمور البدائية في الدين، ولكنهم مبتلون بالتبديع والهجر، يعني فلان بدع فلان، من لم يبدعه فإنه مبتدع ويهجر. هذه ليست طريقة السلف. الشيخ ابن باز ما كان يعمل هذا العلم، ما كان ردوده، ولكنه مشتغل بالعلم ولا يتابع من رد عليه، وإنما يبين الحق ويمضي في طريقة العلم، هذه الطريقة الصحيحة. وأما ما يفعله بعض صغار الطلبة الذين يوجدون في أماكن مختلفة وليس عندهم شيء من العلم، وإنما يعني يلاقون إخوانهم ففلان مبتدع إن لم تبدعه فإننا نبدعك، وهو من أهل السنة، وكلام هذا مع أهل السنة، يعني ليس في كلام ناس من أهل البدع، يعني من أهل السنة حصل يعني منه شيء أضيف إليهم، وقد يكون صحيحا وقد يكون غير صحيحا غير صحيح، لكنه لا يجوز مثل هذا العمل، ولا يعرف هذا عن سلف هذه الأمة، أن الواحد منهم إذا حصل منه خطأ فإنه يعني يهجر ويبدع ويطلب من الناس أن يبدعوه أو يهجروه، هذا ليس منهج السلف. وأقرب مثال يعني شيخنا الشيخ عبد الباز الذي نفع الله به وعم نفعه الآفاق وحصل على يديه الخير الكثير وردوده كثيرة، ولكنه مشتغل بالعلم، ما يكون مهمته إذا بدأ أحد يروح يقول لازم يعني هذا، وإلا من يعني لا يبدعه فإنه يصير مبتدع ويهجر. ما حصل هذا من الشيخ ولا من هو على طريقة الشيخ رحمه الله.